بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشفاعة هي التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر. نعم. شفاعة يميبالو وين دمو ملجا يميبالو لليلة أكال تكم لمامطات وين دمو كليلة أكال لي قدات لمكلا كلمية قلقل. نعم. تنقسم الشفاعة إلى قسمين. ملجا بولت كفلي كفلي. شفاعة مثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه لا تطلب إلا من الله. عندنا شفاعة وين دمو ملجا بقرآن بحديث يترقى سيهون كالله نجي كما مما يفلق ملجا. شفاعة منفية نفاها القرآن. ليلة ملجا قرآن يوجزه يهون ملجا. تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. الله نجي ما نم بما يتلو نقر كليلا أكال مفلق سيهون إيه دقمو تلقو شركنا وإما قارتنا. كطلب الشفاعة من الأموات. لمسالي ملجان كموتو سويت مفلقي مسل. الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه يترقى يهون بقرآن بحديث ملجا الله سبحانه وتعالى لراسو يادرقات يهونه ملجا. تطلب من الله لا من غيره. كالله نجي كما نماكل لتفلق أي قبات لا يملكها إلا الله. الله نجي ما نم بالبيت إلا الله. تطلب من الله سبحانه وتعالى بشروط ثلاثة بصوص مسفرتك قالوا أنا بستكر كالله تفلق. الإذن بالشفاعة أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة يمجمرهم ملجا كالله سبحانه وتعالى فكاد يسفلق. والرضا عن الشافع كان ما لاجو والرضا عن المشفوع له يمما لدلتن ما كان الله يوددهمون اللبن. هذه الشفاعة تنقسم إلى قسمين. الشفاعة التي أثبتها الله لنفسه تنقسم إلى قسمين. الله سبحانه وتعالى يا صدقات يهونج يملجا عينت كهولت تكفل عليك. شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد. النبي صلى الله عليه وسلم بتشا يتفكد ملجا له ليلوج ما يقارد يهون. وشفاعة عامة لكل موحد. ليلو شفاعة ويندقمو ملجا لما ننيوم توحيد لالله سوء للنبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لليلوت نبيات وكنا رسلوك الصالحين لدقاق يا الله بارك كل موحد ما ننيوم توحيد يعني. حتى الأفراط الأطفال يشفعون حتى إنساناتك يا أمال لدقاق. نعم. الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أقسام ثلاثة. بالنبي صلى الله عليه وسلم يمين درقه وملجا بصوص تكفلة. الشفاعة العامة في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق بعد أن يتراجع عنها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أتكالا يهونا كلهم فطران كالله فيت بميكرفة ساعات مالتنا وبزابة انك ساعات نبي صلى الله عليه وسلم يمين مالدوت ملجان وعندي. الثاني الشفاعة في فتح أبواب الجنة لأن أبواب الجنة مغلقة لا تفتح حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذن في فتح أبواب الجنة وأول من يفتح له نبينا عليه الصلاة والسلام وأول الأمم التي تدخل الجنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. يجنة سويت مالتنا وسيراتنا ألفو لجنة توسل الله جولنا يجنة الدليا قيني سويت جنة بكتتا لقوا يتلو بروا زقنوا سلذي يعني بر مياسكفتت نبي صلى الله عليه وسلم برساتهم الجامع. نعم. الثالث من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم يتليو سوستن يوائنة يمل جاينت شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. لا أبو طالب لم يبالو كافر لزال زمداته مالتنا يمي أدربوت شفاعنا. نعم. الشفاعة العامة لكل موحد أقسام ثلاثة كذلك. لهم يتويد سويت يمدرجوا شفاعة الذي بصوص يكفلا. الشفاعة في رفع الدرجات للموحدين. لموحدوش يندموا لتويد سويت درجاتهم كفلا ما أدري. كما الآن مثلا نصلي على الجنائز نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. نعم. لمصالح عند مسلم بميموت بذي من نادرجو دعانه درجاتهم كف نادرجو الله سبحانه وتعالى
جنة بيسقبا يمنا درقوا دعاء شفاعة يبالا نعم الثاني الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها ولتنيا ويشفاعة عينت يتوهير سوهنو بتلايو يكبير ونجلوش جهنم كقبا وهلا كجهنم من ديوتا يمدرق شفاعة الثالث الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها من الموحدين ولتنيا ومن وسستنيا يتوهيد سوهنو جهنم سات توسنو بث جهنم من داي قوا يمدرق شفاعة نعيد مرة أخرى عندنا ولتنيا عندك موال الشفاعة تنقسم إلى قسمين شفاعة بولتي كفلان ملجا بولتي كفلان مثبتة ومنفية كالله سبحانه وتعالى يترقاقتنا لازم دائما يتوقزي هنا شفاعة تبلو بولتي كفلان منفية نفاها القرآن تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله الشرك أكبر يتوقزت شفاعة كالله سبحانه وتعالى وجه يمتفلق ملجا ستكون يجد دائما تلقوا كهدفنا شفاعة مثبتة أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه ليلانيا وشفاعة الله سبحانه وتعالى لنفسه الرقاقة تيونش شفاعة ويم الجنة تطلب من الله سبحانه وتعالى بشروط ثلاثة بسوس مسفرت كان هنا بستكر الإذن بالشفاعة عندنا لشفاعة فكاد مقينية مجالة حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يستطيع أن يبدأ بالشفاعة حتى يأذن له الرب سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم قام بهون بكتتا لما مال دايقبوا قال الله سبحانه وتعالى فكر تيكون والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له لما لا جنة لتملا جنة الله سبحانه وتعالى نقراتهم سراتهم يودد الله تمون قلنا هذه المثبتة تنقسم إلى قسمين خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه في أحد وعام الكل موحد إيه ترى قاعدتنا تكبينا تيالله شفاعة دقم بولا تكفلا عندنا لنبي صلى الله عليه وسلم بتشي تليسهم ولا تنيو دمو لما أن يوم يتوهير سو يتفكر يهون شفاعة الشفاعة في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق عندنا الله سبحانه وتعالى فطران ما لفنا بعند ميدا سسو فرد بمي فرد بسات يمي درقو ملجا لنبي صلى الله عليه وسلم بتشي تليس الشفاعة في فتح أبواب الجنة يا جنة بر لما اسكفت يمدرق شفاعة لنبي ينجي لما انما يسكفت الشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب لا أبو طالب يمدرق شفاعة كيكتات كجهنموس إسات ديك اللتي يمدرق شفاعة الشفاعة العامة لكل موحد لا تكالي لتوهيد سويت يمدرق شفاعة دقمو في رفع الدرجات درجات شون كف لما درج من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها فإسات يقبو يتوهيد سويت بكبائر وانجل انديوتو لما درج من استحق دخول النار ألا يدخلها من الموحدين إسات توسنوا بتسابقة إسات من دايقبا يمدربوا يتويل سوى الجانب